سبب الضرب، لأنه ما عاد فيك لا تطلع ولا تفوت ولا تسترجي تروح على محل لا تجي، يعني بسبب المشاكل كله 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 ما في، بس خوف وخوف وبامبينو هيك لازم على طول على طول صعب. عشان هيك طلعنا، ما عاد فينا نبقى بسوريا خالص، لا في بيت لا في شيء، كله تكسر كله ما عاد فيه. نحن الكبار في العمر شفنا حياة سعيدة وكل شيء، لكن الأطفال الصغيرة ما شافت هالشيء، هاي ما عليها أي ذنب إن تعيش هالحياة المأساوية اللي عم تعيشها هاي. فكرت اني اخذ عيالي واطلع بالبحر، صرت ادرسها بيني وبين نفسي انه بدي اطلع بالبحر. يعني صارت الحادثه مع ابن عمي، يعني بصير ابن عمي هو اللي توفى بالبحر، فكمان رجعت كمان هيك شوي، لو رجعت كمان لا لا، لان احنا جربنا وشفنا شو صار ببيت اختي، لا ما بنصح. طلعت من سوريا إلى لبنان من أجل أني أشتغل وأعيش مرتاح وبأمان أنا وزوجتي وأولادي. وبعد ما كنت عايش بلبنان بسنتين أو سنتين ونصف، فقدنا بنتنا فلك، ولا طلع معها المرض في عينها، مرض السرطان رجع لعينها. دريت فينا جمعية السان جيدو وعرفت أنه فلك لسه لازمها علاج كيماوي وما شابه ذلك، فسجلتنا وقامت بمجيء فينا إلى إيطاليا إلى روما عن طريق المعبر الإنساني. والشكر الجزيل لسانتي جيديو. سانتي جيديو أنا بشكرها كتير كتير كتير، لأنه تعذبوا كتير معنا وهني تعذبوا معنا كتير لحتى أمنوا لنا أوراق بين ما رحنا على المطار على السفارات وبين ما رحنا على الأمن العام. يعني بشكرها كتير كتير وعم يعملوني بحسن نية، وعم انا بشكرها. ليش انا حبيت نسافر معهم؟ لانه عم يعاملوا اطفالنا بحنيه وبرقاقه، يعني عم يعملوا كل المجهود هن مشان اطفالنا. انا بشكرهم كثير. تشاو تشاو محمد، اوليكا، ايفان، اوليكا، علي، اوليكا. شفنا أول ما وصلنا على فومشينو وشفنا البحر كتير كتير كنا سعداء، وصار أولادي يقربوا على النافذة ويشوفوا إنه ليكو إيطاليا وصلنا. كتير كان شعورنا عظيم وكتير كتير فرحنا، ونتمنى هالشيء ليكون لكل السوريين إن شاء الله، يعني اللي حيجوا بعدنا. Come segno concreto di impegno per la pace e la vita, vorrei citare ed esprimere ammirazione per l'iniziativa dei corridoi umanitari per i profughi. Mi rallegro anche perché questa iniziativa è ecumenica, essendo sostenuta da comunità di San Egidio, Federazione delle Chiese Evangeliche Italiane, Chiese Valdesi e Metodiste.